السلام عليكم. اليوم نروح لولاية تاع بومرداس لنقف على أشغال فندق جديد تابع للخواص في وسط مدينة بومرداس، وهذا الشيء جميل أن مدينة سياحية بامتياز، يعني عندها طابع عمراني رائع جميل جدا، بالإضافة إلى كونها تقع على الساحل، فالمهم جدا وجد يعني إيجابي أن تكون منشآت فندقية لتعزيز يعني السياحة خاصة الداخلية في وطننا. أترككم تتابعون، والسلام عليكم.